ومرحبا بكم، ورمضان مبروك، رمضان شهر مبروك سعيد. انتم دخلتوا عندي ورحبت بكم وشتوا المحل على قد الحال. انا معاقه انا وراجلي، والمعاناه انا ما خدامه ما والو، وراجلي معاق. هيا شتو جيتو مع وقت الفطور، شتو بعينيكم 300 اللي خلى لي راجلي هي اللي نديرو بها. وعلى قد الحال حنا كارينا خويا هنا هذا المحل ب 12000 ريال للشهر مدة 16 عام. هادي عندي جوج بنيات، وانا المعاناة اللي كنعاني راك شتو عندي الإعاقة الجسدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش مبروكة طيبة. انتم شتو على غفلة عندي هنا الدار كنشتو قاعدة كذا كيما، وانا كتقول كيف سمعت تعملت واحد الاكسيدون، اي يد محيدة ما كاينش شي حاجة ما تعطيك والو فيه، وشحال بقى نجري من هنا وجميع بيع حوايج من هنا، في الاخر اش بغينا نديرو نقلبو نجمعو فيها في الديطاي. ودابا انا دابا انا بهو دابا عندي جوج دريات، انا 16 عام ونسكن في هذا البيت، 12000 ريال زيد الموضوع تطلق عليا ب 16000 ريال. واش الكارو غادي يعطيك اجمالك تصور؟ ما الناس يدوروا معاه يعطيك 400 ريال يخليك هنا وانت تجمع شويه بشويه تكمل داك الشهر ديال والله يدير تا هو ديال الخير. هذا هو المشكل. وعندي جوج دريات، وحده 16 عام وحده 12 عام، وهات البيت كلشي ناس بيت واحد. انا عمرني ما شدت السلطه المحليه، كلشي كيعرفني. القايد كنمشي لعندو كيقول لي حطي وريقاتك وسيري ما يكون هالخير. المقدم عمرو ما جا لعندي، كلشي كلشي الناس كيعرفوني. عمر شي واحد السلطه المحليه دقات وتيقولوا لي معاقتي وراجلك هذه هي باش تيبقى فيا انا في قلبي. ايه معاقه انا وراجلي، لا اللي عاوني على الوليدات لا حتى شي حاجه. ما توصلت حتى قفه، كنمشي عند المخزن ما كيعطيني حتى حاجه. لا مشيتي تيقول لك تنعطيو الاراميل، واللي معاق هو وراجل هو هي وراجلها وعدها الوليدات وكاريه تمشي تموت. راه هما محتاجين كثار من هذوك اللي هما ايتام، حتى هما راه ميتين هما حيين. واش غنقول لك اخويا هادشي اللي راك جيتي وشتي المحل وشتي بعينك. ما عندي ما نخبي عليك، جيتي مع وقت الفطور ما عندي ما نخبي عليك. ومرحبا بكم على اللي وجد. واش غنقول لك؟ لا اله الا الله وصافي، الحمد لله على اللي كل حال. من كنحل عينيا واخا ما عنديش تنشوف وليداتي ومول الدار تنقول حمدتك ربي وشكرتك، اللهم لك الحمد على كل حال. انا واحد مشيت لواحد الجمعيه، اش نقول لك؟ انا من فوق 20 عام عمري ما شفنا والو، عمري ما شفنا حتى باكيه ديال السكر 20 عام. يا خفا عطيني 400 ديال الخيرات، 600 ديال الخيرات، ما كاين والو. هنا اخيرا ما هالسوق، هالسوق هذا، هالسوق هذا، شحال ضربنا عليه حانوت ما عطاوناش. فرقعنا حانوت دخلنا مشينا داو لعبد القايد، خرجونا عنده، قال لك مشي ولا مشي للحبس، يوديك للحبس. اش كي غادير؟ يلا كي غادير مع الناس هادو؟ ما فهمنا والو في هادشي، والله ما في هاد الدولة ما فهمنا منها فيها والو. ما فهمنا، اللهم صل عليك اصلا فين. ما كاينش شكون يجيبها لك. مقدم باش يجي عندك يقول لك هاك هاك بون هاك، ما كاينش مرشح، ما كاينش. مشينا عند مرشح الفيلا ديالو بكنا تبعنا برد، ما كاين والو، ما كاين والو، ما كاين والو. ايوا هذا فين؟ ما عندنا فين نمشي، حنا نريحوا الله والحمد لله وشكره الله، اللهم لك الحمد. عايش يحسن من شي وكرف من شي، اللهم لك الحمد. واخوتي المغاربه انتم شتوا الحاله، هاد الناس هادو جيراننا راه محتاجين المساعده بزاف. القلوب الرحيمه اللي كتساعد الناس، هاد الناس محتاجين بزاف المساعده. عندهم هات مسكين هو غيمشي الخدمه دابا مع الخمسه ونص دابا، يلا غيقلب طونسبور بشي بشي، يلا يطلب صوب الطبيب بعد الديطاي 15 درهم دابا باش الفطور، فهمتي؟ وصحو المهم هادي تكفيكم. هادي الصوره غادي على كل تعريف 300 ريال، وجدات كيقرا وكريان ديال البيت ب 12000 ريال، وموضوع واعاقه بجوج الوالدين ولا الى محمد رسول الله. المهم هادشي درنا هادشي شكل نداء، نداء الناس اللي قادوا يساعدوا هاد الناس الله يرحم الوالدين، وحتى حاجه ما تضيعوا فيها، وشاء المغفره والتوبه والرحمه، الله يجزكم بخير لما ساعدوهم. هادشي نقدر نقول لكم، الله يعاونكم، الله يفضحكم حتى نتوما. واش غنقول لك اخويا؟ الحمد لله صافي، راه عندي بنت في الكاتريام والمطالب تاعها بزاف، الكتوبه اي حاجه اي حاجه من جيلها. اش غنقول لك؟ المهم باغا تقرا حتى هي، باغا تكافع، عمرها ما سقطت ليا حتى لهذا العام. يعني كتهضر معايا شي مطالب ما نقدرش عليها، باغا تلبس، باغا بزاف الحوايج بزاف. والدريه الاخرى حتى هي ان شاء الله لكم الله العام الجاي غطلع ليا حتى هي المدرسه تقرا في الثانوي.
والحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. كنعاني معاناة بأي بحال أي مواطن محتاج، أنا محتاجة بزاف. واش غنقول لك؟ لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.